Hello, you're welcome to a new video to learn CHATS acronym. السلام عليكم ورحمة الله. من بين الطرق المهمة والشائعة التي تعتمد في تعلم اللغات الأجنبية Foreign Languages هي القيام بمحادثات مطولة ودائمة خاصة مع المتكلمين الأصليين لهذه اللغة. هذه المحادثات تكون إما شفهية عن طريق التكلم في لقاءات مباشرة أو محادثات هاتفية أو عن طريق محادثات نصية عبر رسائل، وغالبا ما تكون عن طريق الإنترنت. هذه الأخيرة يواجه فيها البعض مشكلة في معرفة بعض الاختصارات والتي تستعمل في هذه الرسائل، مما قد يؤثر في فهم الطرف الآخر والتواصل معه. إليك أهم الاختصارات الشائعة في المحادثات النصية باللغة الإنجليزية والتي تسمى Chats Acronym. LOL means laughing out loud. BRB means be right back. TYT means take your time. BTW means by the way. OMG means oh my god. WB means welcome back. IMO means in my opinion. FYI means for your information. JK means just kidding. TC means take care. TY means thank you. GTG means got to go. YW means you're welcome. GM means good morning. NC means no comments. IDK means I don't know. CU means see you. ASAP means as soon as possible. TTYL means talk to you later. شكرا على تتبعكم. المرجو منكم الدعم والاشتراك ليصلكم كل جديد.